مراجعة للمرة الماضية حكينا إنه عنا الحين كمان حطيت أنا لينك هون للفيديو تبع الدرو بريدجز اللي شفرجيتكم يعني كان موجود المرة الماضية اللينك تبعت الدرو بريدج وهي هون الريكوايرمنت تبعت الدرو بريدج السيفتي مثلا ريلايبيليتي ايزي تو مينتين ان هون في احد الريكوايرمنتس انه 60 سكندز بدنا يكون فتح اكمل الفتح كامل ب 60 سكندز واحنا هون محطوط ريكوايرمنت انه ما بدنا كاونتر ويتنج هلا احد الاشياء بطلب منكم تعملوها بعد ما نخلص اليوم الديزاين انه تروح تعيد الحسابات هاي وتشوف لو كان عندك كاونتر ويت ايش تقدر تعمل بحجم المحرك وايش بيختلف عندك من ناحيه التورك ريكوايرمنتس وقديش نسبة التورك اللي راح تستعملها من الهاي نعم اه طبعا راح يقل معك راح يصير بس هلا هون بدك تبدا تطلع حسابات انه راح يقل راح تخفف الجيرنج بس اذا خففت الجيرنج لانه التورك صار عندك اقل مثلا ريكوايرمنت ايش راح تعمل بالسرعه لانه السرعه راح ترتفع معنا يعني هون كل ما نغير في التورك راح يتغير معنا السبيد ريكوايرمنت خلينا نركز الان على بدي اركز بشكل رئيسي هون اقضي شويه وقت على الداتا شيت هون الداتا شيت تبعت الاي سي موتورز اللي انا معطيكم اياهم هون المره الماضيه بتتذكروا حكينا راح يكون عندي الجيرنج 100% تو ستيجز زي ما شفنا بالفيديو تقريبا بعرفش اذا الفيديو بوصل 100 بس بهذه الحدود تقريبا الريدكشن ريشيو للسبيد كانت تقريبا 100% راح اكبر هاي كثير وبعدين راح نبدا نتطلع على الاشياء المختلفه بس عشان نثبت لانه هذا الجزء ما صورناه المره الماضيه اذا اول شيء بنشوف عندنا هون في عندنا تي ان هو الريتد تورك تي ان ريتد تورك تي اس ستارتنج تورك واظن حاطط هو يمكن بعدين تي ماكس اللي هو البول اوت تورك موجودين الثلاثه كلهم في الشيت في الداتا شيت تي ان معطيني اياه بنيوتن مترز وتي اس وتي ماكس مش حاطط حتى تي ماكس هون بس حاطط تي ماكس هون تحت هاي تي ماكس هون هلا لما نكبرها راح تشوفوها راح تشوفوا تي ماكس من هون اذا عندي 3 فيز موتورز هلا اول شيء عندنا واضح هون البولز عدد البولز 4 بولز هذا عدد البولز مش عدد البيرز اوف بولز اذا عدد البولز عندنا هون 4 بي يساوي 4 بولز والفريكونسي تبعت السبلاي 50 هرتز 400 فولت 50 هرتز 400 فولت عاده هون ايش بيكون نتوقع بيكون اللاين فولتج ولا فيز فولتج لاين فولتج عاده لما بنحكي باللاين فولتج ار ام اس فهذا 400 فولت لاين فولتج ار ام اس في هون حكيت لكم عن هاي حكينا عن الاي بي 55 هيها واضحه هون مبينه والكلاس اف الكلاس اف اللي هي قديش درجه الحراره اللي بتتحملها الوايندنجز في الداخل في لها ريتنج معين اذا خلينا نكبر كمان رح نبدا ناخذ هذول الان بالتفصيل هلا هون عندي الاوتبوت كيلو وات هذا طبعا ميكانيكال اوتبوت ميكانيكال اوتبوت ان كيلو واتس فراح يساوي الريتد تورك مضروب في ايش في الريتد سبيد ايش لازم تكون وحدتها راديانز بير سكند اذا الميكانيكال اوتبوت راح يكون ريتد تورك اللي هي تي ان في الريتد سبيد ان راديانز بير سكند وبدك تتاكد تتذكر هون انه السبيد هو مدخل السليب فيها اوتوماتيكيا هون فالسليب داخل معنا هون ايش هاي مبينه لاحظوا هون انه الريتد سبيد هي 1470 فداخل فيها اوتوماتيكيا السليب فاذا بتتذكروا الكيرف اللي رسمناه المره الماضيه عندي هون سبيد وعندنا هون تورك وسبيد تورك كيرف مثلا في الحاله هاي فرضا فعندنا هاي هي السينكرونس سبيد ان اس والسينكرونس سبيد اللي هي ان اس بتساوي 120 في اف اف بالحاله هاي 50 بي 4 فراح تكون عندي 1500 ار بي ام فنحن بنقول هون 1470 واضح ال 1470 ريليتد لل 1500 فالسليب ان ار بي ام قديش قيمته؟ 30 ار بي ام طبعا هون اختلف شوي هون صار مثلا 22 هون 20 بهذه الحدود تقريبا بتراقب والسليب لو بدي احسبه از ريشيو شو راح يطلع لي مثلا لهذا المحرك لو اخذت لاول محرك راح يكون السليب بيساوي 30 ار بي ام او 30 على 1500 كبرسنتج بيطلع عندي بيطلع 2% اذا السليب 2% لهذا طبعا بيختلف شوي للباقيين بس بهذه الحدود السليب اذا هذا طلعناه مباشره من هون هي ال 50 هرتز اللي انا بنيت عليها طبعا اذا كان 60 هرتز بده يطلع عندي داتا شيت جديده وبدنا نطلع عليها حسابات مختلفه هلا في احد الارقام اللي بيعطيني فكره عن حجم المحرك انا ناسي بالضبط الرقم بنشوف مثل هو بالمليمترات اظن انه بالمليمترات اللي هو هذا الرقم من هون اللي هو 160
160 180، هذا بيحكي لي عن ارتفاع الشافت تبع المحرك، يعني بيعطيني فكره عن قديش الدايمتر تبع شافت المحرك. وراح تلاحظوا هذا الرقم بيبدا يزيد معنا 180 200 225 250، وهكذا بعدين بصير 300. هذا بيعطيني فكره عن حجم الشافت، ما راح اركز عليه الان كثير، بس تتذكر انه هذا بيحكي لي عن الفريم سايز. الفريم يعني الكيس اللي بده ينحط فيها المحرك، تتحط فيها الوايندينجز هاي، والام لها معنى والال لها معنى والبي لها معنى. ما راح اقضي عليها وقت كثير، انا ركز بس على هدول، انه هذا الرقم واضح انه الفريم سايز عماله بزيد، لكن ال 180 هي احد الدايمنشنز اللي كريتيكال في هذا المحرك. اوكي، وهدول احتمال انه كلهم هدول فوت ماونتد مش فلانج ماونتد، احتمال بس هذا مش محدد، مش مبين معي هون انه فوت ماونتد او فلانج ماونتد. اوكي ماشي، اذا واضح بالنسبه لهدول. اذا نرجع للارقام اللي هناك، اذا الثلاث توركس هلا اللي مبينين عندنا على الديتا شيت، واحد منهم هو الريتد تورك، رح احاول ارسمه بحيث انه يبين معي بشكل صحيح. هذا الريتد تورك اللي هو تي ار، اللي وحدته نيوتن متر، واللي هون رح تكون هاي هي السرعه اللي هي 1470 ار بي ام، اللي طبعا رح تكون اقل من السينكرونس سبيد. السينكرونس سبيد اللي هون اللي هي 1500. السليب لما اخذه بعين الاعتبار، لانه لاحظوا السليب، لو هون حطيت السليب على هذا الاكسس، قديش رح تكون قيمة السليب عند النقطة هاي؟ زيرو. عند النقطة هاي؟ واحد. عند النقطة هاي؟ 2%. اوكي؟ ماشي واضح؟ يعني أنا ممكن هذا الاكسس أحوله لاكسس سليب، فالسليب رح يكون هون عندي زيرو وهون واحد. السليب اللي هو الانزلاق، انزلاق بين مين ومين؟ الماجنتيك فلكس اللي عماله بيعمل روتيشن. باي سرعه بيعمل روتيشن الماجنتيك فلكس؟ بالسينكرونس سبيد. وايش؟ والروتور. فالروتور عند هاي النقطه الميكانيكال روتور، يعني الميكانيكال سبيد 1470 ار بي ام، بس هذا الماجنتيك فلكس اللي بلف رح يضل يلف باي سرعه؟ 1500 ار بي ام. لو طلعت انت في داخل هاي حطيت بوصله وشفت بلف، رح تشوف الماجنتيك فلكس بلف بسرعه 1500 ار بي ام. فالانزلاق بينه وبين الميكانيكال عند هاي النقطة رح يكون زيرو، ماشيين بنفس السرعة، ما رح يتولد عندي تورك لأنه فيش سليب، مظبوط؟ لما يبدا يصير في قطع للخطوط بضل هذا التورك يزيد لحد ما يوصل هون، هذا ايش سميناه؟ بول اوت. وهو هون في هاي الداتا شيت رامز له بالرمز تي ماكس. طبعا احنا ما بنصمم على هذا، بنصمم على هذا التورك، وهذا التورك اللي هون اللي هو تي ستارت، هذا ستارتنج تورك اللي هو بصير عند زيرو سليب في البداية at starting، لأنه هو بصير عند زيرو سبيد فهو starting torque، مش هيك؟ فبالبداية بعطيني هذا starting torque، بزيد التورك وبعدين راح استقر في النهاية على المكان هذا هون. واللي متذكرين منكم من الدرايفز اللي باخذين مادة الدرايفز، هاي النقطة هي نقطة الستابيليتي، بستقر عندها لأنه اللود راح يكون التورك الريكوايرمنت تبعته عند هاي النقطة. ماشي واضح هذا الكيرف؟ ما راح أرد أرجع له، راح أتركه الآن وأمحيه، بس هي الثري توركس اللي راح أطولهم من الداتا شيت هم هاد. لاحظوا قديش الفرق بين هاد وهاد؟ تقريبا 2.9، هذا اكبر من هذا تقريبا 3 اضعاف، لكن احنا ما بنصمم هون، بنصمم يعني صعب اجيب لود واصمم بحيث انه يكون اللود هون، مش هقدر اعمل ستارتنج، مظبوط؟ لما بدي اعمل ستارتنج بدي اسارع الهاي وبعدين بدي اتغلب على اوت اوف بالانس تورك، فعاده التي اس للتي ار حوالين ضعف 2 تقريبا 2% 220%. اذا هذول الثلاث توركس رح نطلعهم من هون، وواضح انه هذا اوتبوت مش انبوت، هذا output power. السايزنج عادة بنعمله على التورك ولا على الباور؟ باور. عادة على التورك بعمل السايزنج، بتأكد من هذا وبعدين بعمل تشيك على الباور. It's a good thing إني أرجع أعمل تشيكينج على الباور. بس الأصح دائما أعمل سايزنج على التورك، أتأكد إنه التورك تبعي كافي اللي موجود حتى يعمل الأكسلريشن، لأنه مرات الأكسلريشن بتزيد، مرات بتقل الأكسلريشن، بدي أعمل سايزنج على التورك. التورك معادلة نيوتن إيش بدخل فيها التورك وإيش الشغلتين التانيات؟ ألفا والانيرشا، تمام. لكن الباور هون رح تعتمد على السرعه، فعاده القاعده العامه اني بعمل سايزنج على التورك بعدين برجع بعمل تشيك على الباور تبعت هذا المحرك. اوكي ماشي، هدول هم الثلاث توركس هلا رح نطلعهم، رح نطلع عليهم من هون هاي الداتا شيت. اللي مش محطوط هون بالداتا شيت هاي مش محطوط الانيرشا تبعت الروتر، عاده كثير من الداتا شيت بتعطيني الانيرشا تبعت الروتر، بهاي الحاله ما معطيني اياها، عاده رح تكون هي رقم صغير. هلا اذا بنطلع هون عندنا، حكيت عن هذا، هذا الفريم سايز من هون، بعدين اذا مشينا هون راح نشوف هاي السرعه ان ريفولوشنز بير مينيت، واللي هي هون عندي 1470 1478. بعدين معطيني الافشنسي، ايش الاي اي سي؟
لايس اختصار لايش؟ تمام. ايش اسمها المؤسسة هاي؟ International Electrotechnical Committee. كل ستاندردز الكهربائية العالمية صارت الآن منضوية تحت IEC. وبتلاحظوا عادة الستاندردز تبعتها بتبدأ بستة أو ستين، عادة بتبدأ بستين، خمس أرقام بتبدأ بستين. فأي ستاندرد عالمي كهربائي الآن راح يكون ياخذ الأرقام الخمس أرقام هذول. هذا النيو سيريز هاي للمحركات 34 634، وبعدين في إنها بارتس مختلفة وكل واحد. فأي سي هي الانترناشنال إلكتروتكنيكال كوميتي. كل ستاندرز الكهربائية عالميا الآن مفروض انها تكون احد ستاندرز هذا الرقم، وهذا الرقم مهم اذا بدك تصنع او تشتري عليه راح يكون. وهذا مشروع فيه الافيشنسي، هون مشروع الافيشنسي اللي موجوده اللي مبنيه ومحسوبه على اساسها الافيشنسي تبعت هذول المحركات. بعدين اعطاني هون على هذول الافيشنسيز المختلفه، عم بعطيني الافيشنسيز اللي بتتحقق عندي على 3 كوارترز لود فول لود. وهون عندي efficiency، هاي كانها حساب تاني للefficiency. هاي 2007-1996، فهون بعطيني الefficiency. طيب الefficiency هاي راح تكون علاقة بين مين ومين؟ ايش الoutput power هون؟ ايش نوعها؟ ميكانيكال. شو الinput power؟ electrical. كيف حسابها؟ جذر الثلاثة V-line, I-line, cosine theta. وcosine theta هي بين الphase angle, phase voltage والphase current، مش بين line والline. الباور فاكتور، هاي الباور فاكتور هذا ات 100% لود عم بعطيني هذا، هاي الباور فاكتور هون 0.84 تقريبا بهذه الحدود، واللي منه بقدر احسب الانبوت الكتريكال باور في لاين اي لاين في جذر الثلاثه في كوساين فاي. النومينال كرنت اي نومينال، امتى بيصير هذا عندي النومينال كرنت؟ من اسمه نومينال، وين راح يكون؟ عند اي نقطه؟ لما بكون بعطي الريتد سبيد، لما بكون ماشي على الريتد سبيد وعم بعطي الريتد تورك، راح يكون هذا هو الريتد كرنت، النومينال كرنت اللي راح اسحبه، اللي هو بالحالة هاي مثلاً 21 28 كذا. starting torque على الrated torque، نسبة starting على الrated قديش هون تقريباً؟ هذا بأي حالة بتعرفوا؟ إمتى بكون starting torque؟ في البداية، لما بعمل starting بأي طريقة. كيف رح أعمل starting لهذا المحرك؟ كيف رح نشغل هذا المحرك؟ شو رح نعمل؟ then direct online أو delta star delta starting. بس لو إحنا عملنا له direct online، شو يعني direct online؟ يعني جبت هالثري فيز وحطيتهم على أطراف المحرك، هيك رح يعمل start. هذا اسمه direct online starting. هل هيك إحنا بنعمل starting؟ لا. لا. مفضل إن نعمل طريقة معينة خفيفة من الكرنت. طلع هذا الكرنت، هذا الكرنت غير مقبول، سبع أضعاف الريتد كرنت. وهذا طبعاً إحنا في جهازنا هون في الدرو بريدج هذا رح نبدأ فول لود، مش هيك؟ هل بقدر أقول استنى شوي افصل الجسر، خلي المحرك يبدا بعدين نحط عليه؟ بده يبدا المحرك، لما يبدا بده يكون عليه فول لود. اذا هون عندي ست اضعاف سبع اضعاف سبع اضعاف، لازم يكون في عندي طرق معينه اخفف فيها من الستارتنج تورك. ماشي واضح؟ فاهمين هاي النقطه؟ في عندنا سوفت ستارترز بنحكي عنهم بالدرايفز، في عندنا ستار دلتا ستارتنج، في عندنا فيربل فولتج، في عندنا فيربل فريكونسي. هاي كلها اشياء ممكن استعملها حتى اخفف من الستارتنج كرنت. ايش مشكله الستارتنج كرنت؟ ممكن شو بعمل؟ ايش بعمل؟ كويل ستارتر بعمل عنده مشكله انترفيرنس بكل العماره بكل الاشياء الثانيه، بصير في فولتج دروب، يعني عمالي بسحب كرنت عالي. اذا عمرك شفت مثلا اير كونديشنر بدا في العماره مثلا او مصعد مثلا بدا، مش بتحس الضوء وبيعملوا ديمينج؟ هذا طبعا ستارتنج تورك سيء. اي اس اذا هون معطيني كريشو، بعدين كمان اعطاني تي ان، هذا مش ريشو، تي ان اللي هو نيوتن متر، مش هيك وحدته؟ مزبوط. واعطاني هون الريتد تورك. هلا المفروض لو بدنا نعمل حسابات الصحيحه، المفروض هذا 71 اذا ضربته في السرعه الريتد سبيد شو يعطيني؟ الانبوت الكتريك الاوتبوت ميكانيكال باور، مزبوط مش هيك؟ بس ايش بدي احول ال 1470 لايش؟ لراديانز بير سكند. لازم هاي تتحول لراديانز بير سكند. اذا بضرب راديانز بير سكند في نيوتن متر شو بعطيني؟ بعطيني الاوتبوت ميكانيكال باور اللي هي المفروض بالحاله هاي مثلا كانت 11 كيلو وات من هون. بعدين عندنا هون بعد التورك حكينا عن تورك، حكينا عن تي اس على تي ان. هي ستارتنج، هاي الريشو تبعت الستارتنج تورك قديش تقريبا بالحاله هاي؟ حوالين 2.5. فانا عم بجيب ستارتنج تورك تقريبا مرتين ونص ضعف الريتد تورك. هل هذا بحتاجه؟ بحتاج ستارتنج تورك، لذلك احنا نزلنا الريتد تورك لانه انا بحتاج هاي ستارتنج تورك. بدي اعمل اكسلريشن وبدي اتغلب على الاوت اوف بالانس، مش هيك؟ ايش قانون نيوتن؟ متذكرين قانون نيوتن بالحركه بالحاله الدورانيه؟ كان عندي تي من الدرايف او من الموتور ماينس تي اوت اوف بالانس، مش هيك عملنا حسابات؟ متذكرين
بيساوي الفا في مجموع اي. فاحنا هون لما بنبدا ما بدي اتغلب بس على هذا، بدي اتغلب على التورك اللي هون حتى ايش احقق؟ تسارع. اللي بضل بدي اعمل تسارع. فستارتنج تورك كويس يكون ستارتنج تورك اعلى من الريتد تورك. ايش ضل عندنا كمان؟ تي ماكس على تي ان قديش عم بعطيني؟ البول اوت تقريبا ثلاث اضعاف، بحدود الثلاث اضعاف. ففي البول اوت اعلى من الستارتنج تورك. نعم؟ البول اوت اللي هو الماكسيمم، شفت لما رسمنا الرسمه كانت البيك؟ اه البول اوت اللي هو لما رسمنا سبيد تورك كيرف، هاي الماكسيمم تورك اللي بقدر اعطيه المحرك ما راح تصمم عليه. اوكي؟ ماشي واضح. خلينا اذا نعمل اخر شيء نتاكد، بس الان نتاكد من الافشنسي ونتاكد من الاوتبوت ميكانيكال باور. اذا حد هلا يحسب معي هون، خلينا ناخذ اول محرك 11 كيلو وات. هون الاوتبوت ميكانيكال باور بتساوي 11 كيلو وات. خلينا نشوف اذا هاي صحيحه. ايش اوميجا عندنا؟ 1470 ار بي ام. كيف بحول 1470 ار بي ام لراديانس بير سكند؟ 60 وبضرب فيه 2 باي. ضربنا 153.9 هذه ايش الوحده؟ راديانس بير سكند. بايش بدي اضربها حتى تعطيني الاوتبوت ميكانيكال باور؟ التورك. وين الريتد تورك عندي هون؟ كان هون لورا. اذا اضرب لنا هذا الرقم اللي طلع معك اللي هو راديانس بير سكند في التورك اللي هو كان قديش؟ واحد وسبعين نيوتن متر. إذا ضربنا هذا الرقم في 71 10,000 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 الافشنسي. تمام. اذا الافشنسي على اي لود احنا راح نحسبها؟ احنا عندنا هون هذه 100%. قديش هو معطيني الافشنسي على 100%؟ 90.5. معطيها 90.5. خلينا نحسب على 90.5. هلا شو كيف راح احسب الافشنسي؟ بدي احسب الانبوت الكتريكال باور والاوتبوت ميكانيكال باور. هلا وخلينا الاوتبوت ميكانيكال باور على الرقم اللي حسبناه اللي هو كان قديش عندك 10.9 كيلو وات. هاي هذا راح استعمل هذا الرقم. طيب خلينا نشوف الانبوت الكتريكال باور قديش. كان عندنا radians per second انت حسبتها قبل شوي مش هيك كانت؟ ولا بتهمنيش انا، بهمني هلا الكوساين. كوساين فاي قديش؟ هي كوساين فاي على 100 قديش؟ 0.84 بجذر الثلاثة. قديش اللاين فولتج؟ 400. وقديش الريتد كرنت؟ هي الريتد كرنت مضبوط؟ 21. يطلع 12 كيلو وات بوينت 22. 12 كيلو وات بوينت 22. الان الافشنسي اللي احنا حسبناها هي 10.9 اللي هي ميكانيكال على 12.22. قديش تطلع معك؟ 89%. هلا قريبا من الرقم. هلا ما بعرف ليش هو حساباته بتطلع مختلفه شوي. نعم ممكن احسبها على 11 كيلو وات مش 10. على 11 هو حاسبها. طيب احسب لي على 11 اشوف. 11 على 12.22 قديش تطلع معك؟ 90. اوكي يعني قريب الرقمين قريب من بعض. المهم انك انت تتاكد انه رفلي الحسابات منطقيه وموجوده في الحسابات الصحيحه تقريبا.